السلام عليكم طلبتنا الأعزاء. موضوع محاضرتنا لهذا اليوم النفقات العامة، وابتداء لابد من أخذ رأي الفقهاء التقليديين والمحدثون في موضوع النفقات العامة. فوفقا لآراء الفقهاء التقليديين أو النظرية التقليدية، فإن مالية الدولة هي التي تتميز بقلة النفقات وقلة الإيرادات، وأفضل موازنة هي الموازنة التي تتميز بصغر حجمها. لماذا؟ لأن وفق النظرية أو الآراء الفقهاء التقليديون، فإن الدولة هي دولة حارسة، ليس لها دور في النشاط الاقتصادي، أي أن الدولة وظيفتها الأمن والدفاع والقضاء وبعض الأعمال العامة. من يقوم بالنشاط الاقتصادي وفق آراء الاقتصاديين وأبرزهم آدم سميث، أن النشاط الاقتصادي الذي يقوم به القطاع الخاص. بما أن القطاع الخاص هو من يقوم بالنشاط الاقتصادي، إذن الدولة لا دور لها في النشاط الاقتصادي أو الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وإنما الأمر متروك باستغلال واستثمار الموارد وتلبية الحاجات إلى القطاع الخاص. بالتالي فإن الدولة دولة حارسة، وبما أن الدولة هي دولة حارسة فلا حاجة لوجود نفقات ضخمة وإيرادات ضخمة. مصدر إيرادات الدولة الوحيد هو الضرائب، ونفقاتها هي محددة بأضيق الحدود. هذا وجهة النظر الفقهاء التقليديون، والتي كانت سائدة لفترات طويلة. بعد حصول أزمات متكررة نتيجة لعدم تدخل الدولة، ولأن الدولة هي دولة محايدة بالنشاط الاقتصادي وليس لها دور في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، حصلت مجموعة من الأزمات الاقتصادية وسوء في توزيع الثروات واستغلال إلى العمال. الأمر الذي أوجب وجود حلول، وهنا ظهرت النظرية الحديثة أو الفقهاء المحدثون الذين أكدوا على ضرورة وجود تدخل للدولة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. لماذا؟ لأن الأزمات لا يمكن أن يترك الموضوع إلى القطاع الخاص لحل هذه الأزمات. القطاع الخاص هو قطاع يهدف إلى تحقيق مصالحه الشخصية، لا يهدف إلى تحقيق فائدة للمجتمع أو حل مشاكل المجتمع. بالتالي فوفق الفقهاء المحدثون لابد من تدخل الدولة لحل الأزمات. وهنا ظهر اقتصادي، وهو الاقتصادي كينز، على أثر الأزمة الكساد العالمية التي حصلت، وقال لابد من تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية. كيف تتدخل الدولة؟ من خلال سياساتها المالية، نفقات وضرائب، لمعالجة الأزمات الاقتصادية. هنا الدولة تحولت من دولة حارسة مهمتها دفاع وقضاء وبعض الأعمال العامة، إلى دولة متدخلة في النشاط الاقتصادي، إلى دولة لها دور في توجيه موارد الاقتصاد، إلى دولة تشارك في النشاط الاقتصادي، تهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية. بالتالي الدولة لم تعد دولة محايدة ولم تعد دولة حارسة، وإنما أصبحت دولة متدخلة في الحياة الاقتصادية. بالتالي نفقاتها أصبحت أكثر من السابق. لماذا؟ لأن الدولة أصبحت تقوم بمشاريع، أصبح لها دور في تلبية احتياجات المجتمع، في معالجة مشاكل الاقتصاد، في حل الأزمات، في توفير أجور للعمال. بالتالي أصبحت الدولة هي دولة متدخلة في النشاط الاقتصادي وليست دولة حارسة. وأصبحت الدولة يمكن أن تستغل جميع مواردها من إصدار نقدي، من اقتراض، من ضرائب لتلبية احتياجاتها، توفير إيرادات لتغطية نفقاتها، لأن الدولة عام بعد آخر وعقد بعد عقد أصبحت لها دور اقتصادي وأنشطة اقتصادية ومشاريع وموظفين وعمال. بالتالي نشاطاتها تعددت، والأعباء المالية أصبحت أكثر، بالتالي نفقات الدولة زادت مقارنة بالمفهوم التقليدي والتوجه التقليدي السابق، الذي كان أنه نفقات الدولة لابد أن تكون في أضيق الحدود لأن الدولة حارسة. أما وفق
التوجه الحديث فإن الدولة هي دولة متدخلة بالنشاط الاقتصادي وليست دولة حارسة، بالتالي هي ليست دولة محايدة، إنما دولة لها نشاطات اقتصادية وأهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية تهدف إلى تحقيقها من خلال سياستها المالية. والسياسة المالية للدولة هي النفقات والضرائب العامة، وهذا الموضوع حنتطرق له وحنوضحه بشكل أفضل بالمحاضرات القادمة إن شاء الله. كما موضح هنا أن نفقات الدولة أصبحت تمول كافة مشاريعها، كافة احتياجاتها، بالتالي هي دولة مساهمة وبشكل فاعل في النشاط الاقتصادي. نأتي إلى موضوعنا اللي هو الفصل الأول، النفقة العامة. ولابد من معرفة ماذا نقصد بالنفقة العامة. النفقة العامة هي مبلغ مالي، مبلغ مالي، مبلغ نقدي تحصل، تقوم الدولة بدفعه نفقة. بما أنه هي نفقة، هي مبلغ الدولة تنفق الأموال لتلبية احتياجات المجتمع ولسد احتياجات وشراء متطلبات المشاريع الاستثمارية التي تقوم بها ولسد الرواتب والأجور. هذه كلها نفقات تقوم بها الدولة. إذن النفقة هي مبلغ مالي تقوم الدولة بدفعه بهدف تحقيق نفع عام. إذن توجد ثلاث أسس للنفقة. أولا، النفقة مبلغ مالي نقدي، عفوا، النفقة مبلغ نقدي تقوم الدولة أو أحد هيئاتها العامة بدفعه بهدف تحقيق نفع عام. إذن مبلغ نقدي تقوم الدولة بدفعه بهدف تحقيق نفع عام. إذن هذه الأسس الثلاثة. لماذا النفقة العامة لابد أن تكون مبلغ نقدي؟ لماذا لا تكون بشكل عيني؟ لابد أن تكون هذه النفقة بشكل نقدي. لماذا؟ لأنه في ظل التطور الحديث، في ظل مواكبة العصر، لا يمكن أن تتعامل الدولة مع موظفيها ومع مشاريعها بشكل عيني. لا يمكن للموظف في نهاية الشهر أن يحصل على راتبه بشكل بضاعة أو منتج تقوم الشركة بإنتاجه، لأن هذا ما حتكون بأي عدالة، ما حتكون ممكن أن تكون محاباة لبعض الأشخاص يأخذون كمية من السلعة أكثر من ما يحصل عليه شخص آخر أو موظف آخر. ما ممكن تتحقق رقابة الدولة على عفوا رقابة السلطة التشريعية على نفقات الدولة، ممكن تتحقق في ظل أنه الدولة تتعامل بشكل عيني. لذلك لابد من أن تكون النفقة تصدر بشكل نقدي لسهولة تدقيقها ولسهولة الرقابة عليها من قبل السلطة التشريعية. إضافة أنه بشكل نقدي حتكون هناك مساواة وعدم وجود محاباة لبعض الأشخاص. النفقة أيضا لابد أن تصدر من قبل الدولة. بما أنه إحنا نقول نفقة عامة، إذن هي تصدر من قبل الدولة أو أحد هيئاتها العامة، لذلك تكون نفقة عامة. أما إذا قام بها شخص، وإن كان شخص يعني نفقة خاصة يقوم شخص بالتبرع، فهذه لا تعتبر نفقة عامة، لأن النفقة العامة هي الدولة التي تقوم بها وليس الأشخاص. أيضا الهدف الأساس الثالث، الهدف من النفقة العامة هو تحقيق نفع عام. الدولة تسعى دائما من خلال نفقاتها إلى تحقيق نفع عام لكافة أفراد المجتمع. وإن كان أحيانا الدولة ممكن تنفق على إفاد أطباء إلى الخارج لحضور دورات أو مؤتمرات، لكن الهدف من هذه النفقة هو ماذا؟ هو تحقيق نفع عام لكافة أفراد المجتمع. هؤلاء الأطباء الذين يذهبون إلى الخارج لحضور دورات أو تدرب على جهاز جديد أو عمليات جراحية جديدة، بالمقابل المجتمع هو اللي راح يستفاد وليس فئة معينة. لماذا؟ لأن هؤلاء الأشخاص هم
عند عودتهم سوف يخدمون المجتمع حسب اختصاصاتهم وحسب عملهم. إذا الدولة تنفق الأموال بهدف تحقيق النفع العام لكافة أفراد المجتمع وليس لفئة معينة. ثانيا، صور النفقة العامة. النفقة العامة بها أربع صور، اللي هي الأجور والمرتبات. أجور والمرتبات الصورة الأولى. اثنين، مشتريات الدولة اللي هي من مشترياتها من السلع والخدمات. ثلاثة، الإعانات اللي تقدمها الدولة سواء كانت إعانات داخلية أو إعانات خارجية. أربعة، تسديد أقساط وفوائد الدين العام اللي تقترضه الدولة. إذن كم صورة لدينا للنفقات العامة؟ أربع صور: أجور مرتبات، مشتريات الدولة، الإعانات قلنا الدولية أو الداخلية، وأيضا تسديد أقساط الدين العام. حنحاول أنه نتطرق لكل هذه الصورة من هذه الصور بالتفصيل. الأجور والرواتب. ماذا نقصد بالأجور والرواتب؟ مبالغ نقدية تدفعها الدولة إلى أفراد، أجور والرواتب مبالغ نقدية تدفعها الدولة إلى الأفراد العاملين في أجهزتها أو الذين يعني الذين يعملون بالوقت الحالي أو الذين كانوا يعملون في فترة سابقة، ونقصد بها هنا المتقاعدين. كم نوع أو كم أساس عندنا إلى الرواتب؟ عندنا أربع أقسام. أولا، راتب رئيس الجمهورية، مكافآت أعضاء البرلمان اللي هي هاي. ثانيا، ثالثا، رواتب العمال أو الموظفين. رابعا، الاستقطاعات أو الرواتب التقاعدية. إذن متقاعدين، موظفين، أعضاء برلمان، رئيس جمهورية، هذه المرتبات اللي تندفع. نأتي على كل فقرة من هذه الفقرات أو نوع من هذه الأنواع نوضحها بالتفصيل. مرتب رئيس الجمهورية. راتب رئيس الجمهورية أو الملك أيا كان، دائما الملوك يميلون إلى البذخ، فالمبالغ المالية تخصص لهم أكثر من المبالغ أو الرواتب اللي تخصص إلى رؤساء الجمهورية، على أساس أن رئيس الجمهورية هو أحد أفراد الشعب، ليس كالملك من ناحية البذخ والإسراف والتبذير. راتب رئيس الجمهورية كيف يتحدد؟ يتحدد على ثلاث أسس. أولا، يا إما يتحدد راتب رئيس الجمهورية بقانون يصدر مع قانون الموازنة، يعني سنويا يتحدد راتب رئيس الجمهورية. ومن المآخذ أو سلبيات هذه الطريقة أنه ممكن تكون أداة ضغط من قبل البرلمان على رئيس الجمهورية لتمرير بعض الفقرات اللي ممكن رئيس الجمهورية ما يكون موافق عليها. ممكن تكون أداة ضغط أنه أنا كبرلمان ما ممكن أوافق على راتب رئيس الجمهورية اللي هو يكون يصدر بقانون من ضمن قانون الموازنة، وإحنا نعرف أنه قانون الموازنة من اللي تقره السلطة التشريعية، أي أن البرلمان هو الذي يقره. فممكن أنه أنا كبرلمان أكو نقاط خلافية مع رئيس الجمهورية، أعرقل إصدار راتب رئيس الجمهورية بقانون على أساس النقاط الخلافية اللي موجودة بين البرلمان وبين رئيس الجمهورية. هذه واحدة من المآخذ. الطريقة الثانية اللي ممكن نحدد راتب رئيس الجمهورية عند توليه المنصب، على مود نتحاشى الضغط اللي ممكن يمارسه البرلمان على رئيس الجمهورية بالنقاط الخلافية. بس من سلبيات هذه الطريقة انه هي ما تواكب التطورات او غلاء المعيشة اللي ممكن يحصل. الطريقة الثالثة اللي هي انه نحدد راتب رئيس الجمهورية لمن يتولى المنصب، مع مراعاة انه في حال حصول اي تغيير
بالمستوى المعاشي أو غلاء معيشة، ممكن إنه البرلمان بقانون يصدر تعديل على راتب رئيس الجمهورية. إذن هاي الطرق ثلاثة، إما بقانون ضمن قانون الموازنة، أو لمن يتولى المنصب، أو تكون لمن يتولى المنصب مع مراعاة تعديله وفقا لغلاء المعيشة بقانون. هذا بما يخص راتب رئيس الجمهورية. نأتي على النوع الثاني من المرتبات والأجور، اللي هو مكافآت أعضاء البرلمان اللي هم ممثلين الشعب، اللي يكونون من ذوي الكفاءة، اللي يستلمون هذه المنصب بهدف خدمة الشعب وتحقيق مصالح المجتمع. مكافآتهم تكون إما ضمن الوثيقة الدستورية، يعني تقر مكافآتهم بدستور، ومن المآخذ على هاي الطريقة أنه هي ممكن ما تواكب غلاء المعيشة اللي ممكن يحصل. الطريقة الثانية يصدر بقانون. مكافآت أعضاء البرلمان تكون بقانون، ومن المآخذ على هذه الطريقة أنه ممكن البرلمان يستغل الصلاحيات الممنوحة إلى بزيادة الرواتب، لأن هو السلطة التشريعية اللي تقرر الرواتب أو المكافآت. ثالثا، مرتبات الموظفين. الموظفين اللي هم يمثلون العمود الفقري لأي دولة، فممكن أكو مجموعة من الأسس اللي يجب لابد من مراعاتها عند تحديد رواتب الموظفين. لابد أنه من يتحدد راتب الموظف يكون في ضوء تكاليف المعيشة. ممكن أني أصرف له راتب ما يواكب غلاء المعيشة أو المستوى المعاشي اللي موجود، فلازم أراعي تكاليف المعيشة. لابد من أيضا أراعي ما يستلم طبيعة العمل اللي يقوم به، أراعي طبيعة العمل اللي يقوم به، فممكن أنه أنا الطبيب أنطي نفس راتب أو أجور اللي يحصل عليها العامل البسيط. فإذا لازم أراعي ظروف، قلنا تكاليف المعيشة وطبيعة العمل. لابد أنه أراعي أيضا ما يستلم الموظفين في المشروعات الخاصة، على مود لا تكون هناك فجوة كبيرة ما بين الرواتب اللي يستلمها الموظف في القطاع العام عن القطاع الخاص. لابد أيضا أنه أراعي الأجور والمرتبات اللي يدفعوها الدول المجاورة، على مود ما تكون عندي هجرة للكفاءات. لابد أنه رواتب الموظفين تنظم وفق سلم رواتب، بحيث الموظف يعرف ترفيعه، علاوته، زيادة بالرواتب كيف تحصل. هذا كله لازم ينظم بقانون. الفقرة الرابعة من الأجور والرواتب اللي هي المرتبات التقاعدية. احنا وضحنا راتب رئيس الجمهورية، مكافآت أعضاء البرلمان، رواتب الموظفين. نأتي إلى الفقرة الرابعة والأخيرة اللي هي المرتبات التقاعدية، رواتب المتقاعدين. المتقاعد يستقطع منه شهريا 7% من راتبه. هذه الاستقطاعات تروح إما إلى صندوق، وهذا الصندوق تستثمر أمواله، لمود في حال الموظف طلع على التقاعد أكو هاي الأموال المستثمرة تبدي تحدد إلى حسب راتبه التقاعدي من استثمارات هذا الصندوق. أو هذه الاستقطاعات اللي هي حسب القانون العراقي اللي هي 7% تذهب إلى خزينة الدولة كإيرادات، وعندما يخرج الموظف على التقاعد، يحال إلى التقاعد، تبدأ الدولة بصرف المبالغ أو الرواتب التقاعدية المخصصة له. نأتي على الصورة الثانية. هذه النقاط كلها كانت بالصورة الأولى اللي هي الأجور والمرتبات. نأتي إلى الصورة الثانية من النفقات العامة اللي هي أثمان ومشتريات الدولة. وهنا لابد من أن نوضح مجموعة من المسائل. السلطة التي تقوم بالإشراف على عملية الشراء قد تكون سلطة مركزية أو سلطة لا مركزية. متى تكون السلطة مركزية؟
ومتى تكون السلطة اللامركزية؟ عند شراء قرطاسية أو أثاث هنا سلطة لامركزية، لأن ما نحتاج إلى سلطة مركزية لشراء قرطاسية أو أثاث أو أدوات بسيطة. متى تكون؟ لابد أن تكون في عملية الشراء السلطة المركزية في عقود الأشغال العامة وفي الاستثمارات. هنا لا، لابد أن تكون سلطة مركزية تشرف على عملية الشراء. إذن إذا كانت مشتريات بسيطة أو قرطاسية وأثاث ومعدات بسيطة سلطة لا مركزية، أما في حال استثمارات وأشغال عامة فهنا لازم تكون سلطة مركزية. كيفية الحصول على المشتريات؟ إما عن طريق موظفين، موظف مباشرة يروح للسوق إلى السوق يقوم بشراء احتياجات مؤسسته من خلال لجنة مشتريات، أو من خلال تعاقد مع مقاولين موردين يزودون الهيئة العامة أو الشركة باحتياجاتها. وهنا من إيجابيات التعامل مع المقاول أنه في حال المؤسسة أو الشركة البضاعة اللي يوردها المقاول غير مطابقة للمواصفات أو المعايير المطلوبة ممكن ما تاخذها، تعيدها إلى المقاول نفسه. على عكس لو الموظف هو اللي يقوم بعملية الشراء فهنا ممكن الدولة حتعيد المشتريات. ليش؟ لأن الدولة هنا بشكل لجنة مشتريات تقوم بعملية الشراء. على عكس التعامل مع المقاول فأني ممكن مقاول البضاعة اللي وردها غير مطابقة للمواصفات أعيدها، فممكن نستفاد من هذه الآلية. كيفية الحصول على المقاولين؟ إما عن طريق المناقصة أو الممارسة. أني كدولة شون أو كمؤسسة كيف أتعامل أو كيف أحصل على المقاول اللي يقوم لي بالمشروع أو بالبضاعة أو يستورد لي سلعة معينة أو مادة معينة؟ كيف؟ عن طريق المناقصة أو الممارسة. المناقصة، ماذا نقصد بالمناقصة؟ دعوة سرية مفتوحة بشروط معلنة يقوم كافة المقاولين ممكن يقدمون عطاءاتهم، والمؤسسة تختار العطاء اللي بأقل كلفة وبما يحقق مصلحتها. هذه مناقصة اللي هي دعوة علنية والأفراد أو المقاولين يقدمون عطاءاتهم. أما الممارسة، ماذا نقصد بالممارسة؟ الممارسة هنا أنا ما هسوي دعوة علنية ويجيني 10 أو 20 أو 30 مقاول يقدمون عطاءاتهم. هنا لا، أنا قام أحد المقاولين سابقا بأداء عمل إلى هذه المؤسسة أو هذه الشركة أو هذه الهيئة، وهذا العمل كانت يتميز هذا المقاول بالأمانة والدقة بالعمل والجودة بالأداء، فممكن أنا مباشرة من يكون عندي عمل آخر أروح إلى المقاول أو أتواصل مع المقاول نفسه وأكلفه بنفس يقوم لي بالعمل الجديد. هذه ممارسة، أنا هنا ما سويت دعوة علنية أو عطاءات قدموها مقاولين، لا، هنا أنا الممارسة تعاملت مع مقاول واحد يتميز بالأمانة والكفاءة على مود يقوم لي بالأعمال المطلوبة من عنده بالعمل الجديد. هذا الفرق ما بين المناقصة والممارسة. أرجو أن تكون المحاضرة واضحة. محاضرة يوم غد الأربعاء حتكون الإعانات وتقسيمات النفقات. أتمنى لكم محاضرة أنه تكون مفهومة بالنسبة لكم، وإذا عندكم أي سؤال إن شاء الله بالمحاضرات القادمة أنه أفتح الشات وياكم على مود أتواصل وأخذ أسئلتكم. شكرا لكم.